عبر الويب كام، وقد أخبرنا عن المظاهر الاحتفالية في مدينته كما عن النشيد الذي تبناه الثوار لانتفاضتهم. فلنسمع إلى شهادته من بنغازي. الاحتفال بدا من ثاني يوم دخولنا على الكتيبة، وتجمع يكون عند المحكمة يوميا من يوم أول يوم مظاهرات، وتجمع الناس تجمع عند المحكمة اللي هي اللي بداية المظاهرات أصلا. والاحتفال ما شاء الله يعني كل دقيقة كل مجموعة شباب يهتفوا يغنوا المعمر، كل واحدين يقولوا عليه في حاجة مقولات واجد يعني يقولوا فيهن، وتلقي الرسومات الساخرة الكاريكاتير في كل مكان، تلقي حتى مسرحيات ما شاء الله يعني شباب ما قصروش، كل واحد دي في مسرحيات كيف مسرحيات فاخرة وأغاني فاخرة كلنا أصلا. عالم هذا عالم استقلال ليبيا، مستقربية أكيد. في واحدة من الشعارات واحد مسك صورة لحسني مبارك وكتب له يا قذافي مهما تدير أنت معايا في الأخير. في الهتافات يقولوا يا شباب العاصمة نبوا الليلة حاسمة يبوها، ويقولوا للزاوية يقولوا لهم يا شباب الزاوية نبوا الليلة ضاوية، يعني يبوا شباب الزاوية وشباب طرابلس اليوم يحركوا يتحركوا إن شاء الله، ونحرروا طرابلس ونتريحوا ونفرحوا معهم فرحة واحدة إن شاء الله. درنا حتى إذاعة نحن طبعا، يعني إذاعة محلية ليبيا الحرة اسمها، ودرنا أصدرنا حتى جريدة في بنغازي. عندنا نشيد يعني ألف واحد من بنغازي من هنا اللي هو سوف نبقى هنا، هذا النشيد اللي يغنوا فيه ولا فيه 24 ساعة. وفي الختام أود دعوة المشاهدين والمستمعين الكرام إلى